قصر صغير، وأنا كنت زرت ميناء طنجرة 3 مرات وما عارفة، بنى ميناء ضخم، ميناء ضخم. وأنا نعطيكم واحد الرقم اليوم، الحديث بالأرقام، مازال غادي نولي النظام العسكر باش نبين لك، نبين لكم بأنه عميل المنظومة الاستعمارية بالأرقام الأمني بين المغرب وإسبانيا، وهذا أمر هام جدا. العلاقات التجارية والتبادل التجاري بين إسبان والمغرب رقم الأعمال تاعو كبير، رقم الأعمال تاعو كبير، ووصل في سنة 2019 إلى 15 مليار دولار. كاين تدفق سياحي في الاتجاهين، غادي نعطيكم واحد المعلومة هنايا، رحب التدفق السياحي اللي موجود بين البلدين. إذا نظرنا هنايا، والشكر إلى موقع أصوات مغربية لأنه يبسط الأمور بشكل جميل. إذا هنا عدد السياح ما بين إسبانيا والمغرب، هنا عدد السياح المغاربة الذين زاروا إسبانيا سنة 2019 يقدر ب 741 ألف سائح، وهنا عدد السياح الإسبان الذين زاروا المغرب سنة 2018 يقدر ب 880 ألف سائح. هذا عدد كبير جدا، وأموال كبيرة، أموال كبيرة هنا يعني. المغرب كل عام ينظم عملية عبور نتاع المهاجرين اللي في أوروبا اللي يجوا لبلادهم. النسبة الأكبر من هذوك المهاجرين اللي في أوروبا يفون لا ترافيرس دو لإسبان، يفوتوا على الإسبان، وبالتالي هذا ينهش الاقتصاد نتاع إسبانيا أثناء عبوره. يعني أبدا نقول لك باش تطور العلاقات بين إسبان والمغرب، والتطور اللي شهده المغرب في السنوات الأخيرة على المستوى الاقتصادي كان في بعض المرات ما يعجبش الإسبان، ما يعجبش الإسبان. إسبانيول مثلا ما عجبهمش المغرب من بين ميناء طنجة، ميناء طنجة لخطر هذيك لو دي تروا دو جيبرالتار، كانت الكعكة تنقسم ما بين ميناء الجزيراس الجزيرة الخضراء وميناء سبتة المحتلة وميناء جبل طارق. هو مشى بنا لهم قصر صغير، وأنا كنت زرت ميناء طنجة 3 مرات وما عارفه، بنا ميناء ضخم، ميناء ضخم. وانا نعطيكم واحد الرقم اليوم، الحديث بالارقام، مازال غادي نولي النظام العسكر باش نبين لك، نبين لكم بانه عميل المنظومه الاستعماريه بالارقام. اذا كي نجيو نشوفوا هنايا مثلا ميناء طنجة، ميناء طنجة هو أكبر ميناء في إفريقيا حاليا، أو عنده الطاقة ولا القدرة الاستيعابية 9 ملايين حاوية. هذا ماشي سهلة، حتى نفس ماشي نعطيهم الغاز والبترول بثمن بخس باش يدعموني في قضية بوليزاريو. ميناء طنجة اللي هو قريب من سبتة ما عجبش الإسبان في ذلك الوقت. المغرب تاني غضب الإسبان منين بدأ يبني في ميناء ضخم قرب الناظور، قرب مليليا المحتلة، واللي سماه ناظور ويست ميد. هذا ما عجبش أيضا الإسبان، سي نورمال، سي نورمال. هذا هو النظام اللي يحمي المنظومة الاستعمارية، وغادي نعطيكم أرقام. وهذا هو الفرق اللي يخليني أنا مقتنع بأن المغرب على صواب، المغرب على صواب، وراه يبني في الاقتصاد نتاعه، وراه يبني في الآخر، وبغي يكون عنده مكانة في السوق الدولية، وهذا هو المطلوب من كل الدول نتاعنا، هذا هو المطلوب من كل الدول نتاعنا. وكيما هكا نبنوا الاتحاد المغاربي،
كي تكون عندنا الندية والنفس ونعرفوا استغلوا ثرواتنا، مشي نروحوا نبيعوا اللي يعتبرونا ديما أننا عبيد عندهم، ولو أن ضروا خصها لا ميزاجور على خطر الجزائريين. الجزائريين راهم يقودوا الآن معركة نضال باش يسقطوا النظام اللي بكل شيء برخال هذه المنظومة الاستعمارية. غادي نعطيكم دروك لا كومباريزون، علاش نظام العسكر عميل للمنظومة الاستعمارية وعلاش يعجبهم وما يهضروش معها. وي، كي ناخذوا هذا المثال المنتوجات المصنعة، باش دروك نهضروا بالارقام، نهضروا بالارقام. الجزائر، وما أدراك يا الجزائر، بلادنا العظيمة بجغرافيتها وبشعبها وتاريخها وثورتها، في المنتوجات المصنعة في العشر سنين هذه الأخيرة كنا نصنعوا نص مليار دولار، دروك رانا نصنعوا غير مليار ومية مليون دولار. هذا ما كان الجزائر اللي دولة كبيرة صنع مليار ومية مليون دولار، ممكن شركة في أوروبا ولا في أمريكا تحقق هذا رقم الأعمال. غادي نهضروا على، غادي نتكلموا على المغرب. المغرب هذه 10 سنين المنتجات، تطور الصادرات تاع المنتجات 11 مليار فاصل 2، دروك راه 20 مليار. واش جاب 20 مليار المليار فاصل 1 فاصل 100؟ هذا يؤكد باللي حنايا نبيعوا الامور على شكلها الخام، ويؤكد على ان المغرب لا يصنع. المغرب يصنع، المغرب منافس، سي نورمال. حتى تونس، تونس البلد الصغير، المنتوجات الصناعية 12 مليار، ولو أن ما تطورتش بل ديغرادات شوية، 12 مليار دولار منتوجات مصنعة. وحنا الجزائر اللي شدها النظام السفيه نصنعوا غير مليار ومية مليون دولار. هذا بالنسبة المنتوجات المصنعة، صادرات البلدان المغربية المنتوجات المصنعة. غادي نتكلموا على الصادرات، ومرة أخرى نوجه شكري للأصوات المغاربية لأنها تبسط الأمور وتخلي المواطن المغاربي يفهم جيدا الإحصائيات والأرقام في البلدان تاعه. صادرات الخضر والفواكه في البلدان المغاربية سنة 2019، الجزائر اللي فيها 2 ملايين وربع، قريب 400 ألف كيلومتر مربع، يعني بلد ضخم، أوني بريسك لاند، أو أكبر بلد إفريقي من ناحية المساحة بعد تقسيم السودان، يصدر 65 ألف طن. تعرفوا شنو هي 65 ألف طن؟ سي 3 فواريان. المغرب يصدر 2,250,000 طن. يعني تقريبا 40 مرة. إذن المغرب بلد منافس بالخصوص في السوق الاتحاد الأوروبي وفي الدول الإفريقية. احنا 65,000 طن. احنا ما بحرا نوفروا للسوق الداخلي، وبلك يجيبوا حوايج من الخارج. أفهم سيبا، هذا البروبلم. البروبلم احنا ما نصدروش. رقم يحشب، ما هوش رقم كبير، وهذا راجع لماذا؟ راجع لأن وجود نظام حكم لا يفقه ولا يفكر، وغبي وما يعرفش يخلق الثروة. هذا بالنسبة للصادرات الخضر والفواكه. المنتجات الفلاحية، غادي نعطيكم لو شيفر اون دولار، ويؤكد على ان النظام الحكم في الجزائر مخلي الجزائر مرهونه للمنظومه الاستعماريه. الجزائر وبجلال قدرها، القدر نتاع البلاد، نظام قسم، شوف بلادنا، عيب عيب عيب. 300 مليون دو دولار منتجات فلاحيه في 2019، هذا ما كان. 300 بلاد قدها قداش تصدر 300 مليون دولار منتوجات فلاحية. المغرب يصدر 4.1 مليار دولار
منتجات فلاحية. ها وين راه مخلي، هذا اللي يؤكد على أن النظام في الجزائر يخلي دائما الجزائر ماهيش منافسة على السوق الدولية، يخلي دائما الجزائر ما تزعجش المنظومة الاستعمارية، راضيين عليه يديروا كل شيء باش يرديوها، سي نورمال، خاطر سفيه مفلس وقمار. والمغرب منافس، هذا المنافس هذا راه يدير لنا المشاكل، خاصنا نخلوه يدور في حلقه مفرغ، خاصنا نخلو له بوليزاريو والصحراء الغربيه والمشاكل هادو يقعدوا، عمرنا ما نخرجوا من هذا اللوتو. شكون يخلص؟ خلصوا حنا الشعوب، يخلص الشعب المغربي والشعب الجزائري والتونسي والليبي والموريتاني، حنا ندفعوا الثمن. هذه احصائيه اخرى، تاكد على ان النظام خماس عند المنظومه الاستعماريه. هذا نشوف القطاعات الاكثر تصديرا في كل بلد مغربي سنه 2019. نبدو بجلال قدرها، بلدي اللي راني كيما يقولون نتالم يوميا على حالها والبؤس اللي راه عايش فيه الشعب نتاعنا، اللي ما يستاهلش نظام كيما هذا سياسي. عيب في 2021، 60 عام استقلال، 93% من اجمالي الصادرات بترول وغاز ومشتقاته، يعني حنايا نبيعوا لو بروت، حنايا نجبدوا من الحسيان ونبيعوا المال للبلدان الاوروبيه اللي كانت بكري سوا مستعمرتنا والاخر، وخرجوا طور الفكر نتاعهم الاستعماري، بس حنا نخلوا الجنود تاعنا وقعدوا نبهبلوا في روحنا، حنا نعيشوا غايه ونستغلهم، نديروا نظام حكمي بان برخه. 93%، 5% فقط مواد نصف مصنعه، ماهيش حتى مصنعه، و 0.9% يعني موان دو 1% صناعات غذائيه. عيب يا نظام، ما قديتوش حطوا المفاتيح والله يسهل عليكم. اذا ما قدرتوش على تسيير بلد بحجم الجزائر، كاين الكفاءات. ننتقل الان للمغرب. المغرب 27% من اجمالي الصادرات صناعه السيارات، لاندستري اوتوموبيل، 27% من لي زيكسبورطاسيون دو ماروك سي د لاندستري. سي نورمال، الاسبان بالنسبه ليها لو ماروك سي ان كونكورون، وانا نحيي المغرب على نجاح سياسته في المجال الاقتصادي، برافو وندعمه، على خاطر علاش ماشي خماس، ماشي خماس عند المنظومة الاستعمارية، ها هي لا ديفيرونس. 21%